الموجز الاقتصادي، أهلا بكم. أفادت وكالة بلاتس الأمريكية للطاقة أن ضعف القدرة الاستيعابية لأرصفة تحميل ميناء البصرة وتهالك الأنابيب يحول دون جني العراق المزيد من الأموال عبر تصدير النفط مع زيادة أسعاره. وقالت الوكالة أن فرص زيادة كميات النفط الخام تبدو صعبة في ظل تهالك منصات التحميل وأنابيب الضخ القديمة المتهالكة التي تربط ما بين المحطة وأرصفة التحميل، حيث تشكل خطرا كبيرا من احتمال حدوث كارثة بيئية. ولفتت الوكالة أن كميات النفط الخام التي أنتجها العراق في شهر حزيران بلغت معدل 4,308,000 برميل يوميا، بضمنها كميات النفط المنتجة من حقول كردستان العراق. قالت غرفة تجارة والصناعة السليمانية أن أكثر من 100 مصنع في كردستان العراق مهدد بالإغلاق. وأضافت الغرفة أن ذلك يأتي بسبب عدم تقديم التسهيلات الحكومية اللازمة والكافية لأصحاب المصانع من أجل مواصلة الإنتاج، مشيرة إلى أن هذه المصانع المهددة بالإغلاق يعمل فيها ما يقرب من 5,000 شخص ويستفيد منها نحو 20,000 مواطن. قالت شركة تسويق النفط العراقية سومو إن صادرات النفط العراقي إلى الأردن انخفضت لتبلغ كمعدل أقل من 2500 برميل يوميا خلال شهر تموز الماضي، وبسعر يقل ب$7 عن السعر المباع عالميا. وأضافت سومو أن مجموع الصادرات النفطية إلى الأردن خلال شهر تموز الماضي بلغت أكثر من 75,000 برميل بمعدل 2,432 برميلا يوميا. وأضافت سومو أن معدل سعر البرميل المباع للأردن بلغ $96.70، مبينة أن قيمة الواردات من الصادرات النفطية للأردن خلال شهر واحد فقط بلغت أكثر من $7 مليون. في هذه الأثناء هبطت صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال للشهر الثاني على التوالي في تموز، متأثرة بوقف العمليات في مصنع فريبورت لتسييل الغاز في تكساس. وتأثرت أسعار الغاز المسال المصدر إلى أوروبا بسبب الحريق الذي اندلع في المصنع ليصل إلى $57 للمليون وحدة حرارية بريطانية الأسبوع الماضي. ويتوقع أن يعود مصنع فريبورت، ثاني أكبر مصدر للغاز المسال في الولايات المتحدة، أن يعود إلى الخدمة من جديد بشكل جزئي في تشرين الثاني القادم عقب إغلاقه المؤقت الذي أدى إلى خفض صادرات الغاز المسال الأمريكية بحوالي $1.9 مليار يومياً. ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم إلى أعلى مستوى منذ أوائل تموز الماضي، ويرجع المراقبون الارتفاع غير المسبوق لأسعار الذهب إلى مخاوف المستثمرين من فترة توترات عاصفة في العلاقات الأمريكية الصينية مع توجه رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايوان. وارتفع سعر الذهب الفوري ليصل إلى $1,780.53 للأوقية، ويستفيد الذهب من نوبات الاضطرابات الجيوسياسية، حيث ستعطي رحلة بيلوسي إلى تايوان دفعة قوية للذهب وارتفاعا من أدنى مستوى له في 15 شهرا. انخفضت أسعار النفط في آخر التعاملات في بورصات العالم بعد استيعاب المستثمرين توقعات قاتمة للطلب على الوقود، وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لتصل إلى $99.26 للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس لتصل إلى $93.22 للبرميل الواحد. وهبط سعر الخام الأمريكي القياسي إلى $92.42 للبرميل، وهو أضعف مستوى منذ 14 من تموز. وتأثرت أسعار النفط كذلك بزيادة في الإنتاج الليبي الذي سجل 1,000,000
200 ألف برميل يومياً ارتفاعاً ملحوظاً من 800 ألف برميل يومياً في 22 من تموز. وهذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. إلى اللقاء.